في الحقيقة معانا النهاردة قصة من القصص الملهمة جدا اللي بتأكد إن السعي ورا هدف معين بالتأكيد هيبقى ليه مردود ولو طال الأمر. معانا قصة نجاح وكفاح بطلها المهندس كمال محمد. المهندس كمال محمد هو خريج كلية الهندسة جامعة سوهاج، اشتغل على مدار 5 سنين إنه يبيع تين شوكي، علشان كده قدر يصرف على نفسه ويساعد والده في مصروفات الدراسة بتاعته. نموذج مشرف للشباب المصري بشكل عام، ولكن خلينا نتعرف على تجربة المهندس كمال محمد خريج كلية الهندسة جامعة سوهاج، وهو معنا دلوقتي على التليفون. صباح الخير يا باش مهندس. صباح النور يا أستاذ، عاملة إيه؟ ألف مبروك أولا على التخرج وعلى السنين الطويلة اللي انت قضيتها في كلية الهندسة، وهي كلية طبعا مش سهلة خالص. الله يبارك في حضرتك. ومبروك على نجاحك كمان، ان انت بالتوازي كده ما قعدتش ساكت. تسلمي، ربنا يبارك فيك. قول لنا رحلتك مشيت ازاي في 5 سنين يا باشمهندس كمان؟ والله الرحله بدات من اول ما الحمد لله حققت حلم في ثالثه ثانوي ودخلت كليه هندسه. كانت حلم، وحلمي كان صعب الوصول ليه، بس الحمد لله بتوفيق ربنا وبالسعي الواحد وصل اللي هو عايزه. بس بدأت الحكاية من أول أجازة لإعدادي هندسة، فاللي هو لا أنا عايز أشتغل، مش هينفع أقعد. دورت على شغل، نزلت أكتر من شغل، اتنجلت في الأجازة دي ما بين أكتر من شغل لحد ما وصلت للتين الشوكي. عجبتني الشغلانة، فضلت أكتر من فضلت إن هي الشغلانة دي دايما ليا كل أجازة، اللي هو أجازة تين شوكي في الصيف. في أجازات الصيف شوفي، باقي الاجازه كورس في الكليه لحد ما الحمد لله المشوار خلص. وانت يعني التين الشوكي حرفيا كان بيصرف على مصروفات كليه الهندسه؟ يعني انت كنت بتفضل تحوش في الاجازه كلها علشان تصرف على الكتب والدراسه والادوات والحاجات دي كلها؟ ولا كانش هدف وسيله كده معايا عشان تمشي الدنيا. طيب حلو قوي، حلو قوي يا كمال. يعني ما فيش طبعا اي شغله شريفه فيها عيب، لكن هل قابلك كده حبه انتقادات؟ انت ازاي مهندس او بتدرس الهندسه وبتبيع تين شوكي؟ ازاي تعمل كده؟ انت لازم تركز في دراستك مثلا، ايه اللي يخليك تعمل حاجه زي دي؟ والله قابلني كتير، بس الواحد طالما ماشي صح وعامل اللي عليه ومراعي ربنا ومش بيعمل اي حاجه حرام وبرضه ما مقصرش في دراسته، يبقى اكيد اي واحد تفكيره ضيق او تفكيره عقيم للدرجه دي انا لا، فكني منه، انا عامل اللي عليا. انا برافو ماشي صح. برافو عليك، يعني ما همكش اي نظر او لا. اي تعليق؟ لا، اللي بيتكلم كده ده حد لا مؤاخذه يا اما مستوى تفكيره متدني يا اما حد حافظ، مفيش حد غير كده بيقول الكلام اللي بيتسقط او يجرح. انا مش فارق، انا ماشي صح. صحيح صحيح، هو في الحياه المهندسين دايما بيتميزوا بالترتيب، العقل والافكار. لا، في الحياه يوم بعد يوم هي مش قصه المهندس ده بس، ولاد مصر بيثبتوا ان هم فعلا لما بيحبوا يحطوا حاجه في دماغهم بيعملوه. صحيح، وده تاريخ يعني. مش ما وابرز دليل ان هو شاب اهو، ما اتكسفش نزل يشتغل. التين الشوكي صحيح، ممكن انت تتخيل ان هو ما يقدرش يصرف على مصروفات كليه وما يقدرش يعمل حاجه وتتخيل، لكن اصرارك بقى انك ايه، حبايه ورا حبايه، جنيه ورا جنيه، وتقعد. لا، وتعرف بقى كمال، انت تعرفت يا كمال في السوشيال ميديا. يعني تم تداول صورك وفيديوهات خاصه بيك، كان احساسك ايه لما لقيت نفسك متصور والناس بتقول لك ايه ده صورك نازله هو على النت مثلا؟ في صور كتيره نازله عليها، كومنتات كتيره، دعوات، كومنتات ايجابيه، دي حاجه تفرحني جدا لان في ناس تفكيرها واعي وفي ناس بتدعم. هي حرفيا الكلمه بتفرق معايا، الكلمه بتخليني اكمل مشواري وانا واثق ان انا كنت ماشي صح. وعلى كده الناس قالت ايه؟ يعني شفتهم كاتبين ايه؟ افضل التعليقات اللي انت حسيت ان هي فعلا يعني بتساندك وبتقف وراك. والله افضل كلمه، في ناس بتقول ان انا بمثل شباب الصعيد وان شباب الصعيد رجاله، شباب الصعيد واعي. الكلام ده هم فعلا رجاله. جميل قوي، جميل قوي، وكلام صحيح فعلا. ف
فدي كفايه، انا مش عايز حاجه ثانيه، انا وصلت الحمد لله اللي انا عايزه، عملت اللي عليا، حققت حلم والدي، فرحت اهلي. انا كفايه امبارح في حفله التخرج، انا كفايه بس نظرات الفخر من ابويا ومامتي وعمتي وعمي، دي بالدنيا، انا مش عايز حاجه ثانيه. فرحتهم، كل اللي عليا فرحتهم وفرحت كل المصريين، لانك نموذج مشرف يا كمال. وصورك منوره معانا على الشاشه، وانت بصور لبس التخرج، الكاب والبري والشهاده في ايديك، يعني نتمنى لك كل التوفيق يا رب في رحلتك العمليه اللي جايه. يبارك فيك يا استاذ. قول لي بقى يا كمال، انت يعني بعد التخرج هتعمل ايه؟ اكيد انت اتخرجت وحد، انت الاول اتخصصت في ايه؟ انا مهندس كهرباء باور. ما شاء الله، طبعا الكهرباء هي يعني اهم حاجه دلوقتي، هو الكلام كله على الكهرباء.